مايا الحقيقة يمكن الموسيقى مميزة جدا والموسيقى مختلفة، يعني احنا مش دايما بنسمع القانون مع الكيبورد او البيانو وكمان الدف يعني، وشفنا كمان آلات يمكن الآلات الإيقاعية المختلفة اللي هي يمكن ممكن تكونوا بتستخدموها في قطع موسيقية أخرى. فقولي لي التوليفة دي يعني جت منين، ونوع المزيكا ده انت بتعتبريه ايه؟ بالحقيقة يعني صحيح أنا جذوري بالموسيقى العربية والشرقية التقليدية العريقة اللي بتروح لآلاف السنين، بس أنا كمان بحس إنه من واجبي إنه أنا جدد عن تراثي. بألبومي السابق أحلام سورية، بألبومي الحالي بحثاً وطن، عم جرب أشياء جديدة، عم جرب حط القانون مع آلات مختلفة، عم ألف موسيقى من فيعني هي فيك تقول مثل مغامرة موسيقية بالنسبة إلي. طب هل أنت يا مايا بتحاولي تحطي آلات جديدة مع القانون؟ لأن أنا بتهيألي أنت ده تحدي بالنسبة لك كبير جدا، لأنك بتعزفي آلة شرقية جدا جدا وأنت حاليا متواجدة في بلد أجنبي، فهل بتحاولي تحطي آلات مختلفة عشان تاخد شوية شكل غربي وشكل جديد؟ بصراحة أنا حالة التأليف أبداً ما يعني ما أنا من العقل، يعني هي جداً من العاطفة، هي من الوجدان. فيعني أنا لما بألف شيء أول شيء المقطوعة الموسيقية بتطلع من القانون، بعدين بلش أسمع أصوات تانية، بسمع بقول أوكي هي الآلة، هي المقطوعة بدها رباعي وتري، هاي القطعة بدها بيانو، ويعني في مرات أنا بتفاجأ بالخيارات اللي بتجيني. هو توزيع مختلف يعني، على توزيع موسيقي مختلف الحقيقة يعني. تماما يعني هو بس يعني أنا عم بسمع على الإلهام الداخلي، عم روح فيه حتى عم روح معه حتى لما بياخدني على أماكن جديدة. طب مايا وجودك في بلد أجنبي زي ما أنا قلت من شوية ده برضو تحدي، ايه التحديات اللي واجهتك في مشوارك الفني؟ لان احنا انت اول البوم كان من 4 سنين، اخدتي تقريبا من 3 لـ4 سنين عشان تصدري البوم تاني، وبتهيألي كمان ان الالبومات اللي مش غنائية اصعب بكتير من الالبومات الغنائية في اعتقادي، فانت صححي لي مفاهيمي دي بقى. اكيد امل دائما في تحديات يعني هذا الالبوم التحدي الأكبر هو إنه يعني التفاصيل اللوجستية بصراحة، يعني مثلاً كان الحصول على تمويل من المجلس الفنون الأعلى بس يعني بصراحة يعني بنهاية المشوار كل شيء بيكون لحب الموسيقى. طيب طبعا الالبوم الاول ده اسمه احلام سوريه او سيريان دريمز، تقدري تسمعينا حاجه كده منه كده على الهوا، يمكن حاجه نسمعها دلوقتي؟ اكيد. في اول مقطوعه اللي هي بلشت التاليف من خلالها، ما انا ما كنت مؤلفه قبل ما بلشت الحرب اجبرتني، لانه شفت صوره بنت صغيره توفت بغرفة نومة وكانت كثير بتشبه ابني، الله يخليكم أولادكم كلكم. فهي اللحظة كثير أثرتني بأعماقي ومسكت القانون وبلشت الموسيقى تطلع، وهيك بلشت التأليف. فهذا جزء صغير من أحلام سورية.